السلام عليكم. واحد الرجل من بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى عطيت لها الدعوات مستجابة، فمراته كانت عارفة بأن عنده دوك لها الدعوات مستجابة عنده، وطلبته أنه يعطيها واحد الدعوة من دوك الدعوات، وقالت ليه غدعي معايا باش نكون أنا أجمل نساء هاد القرية هذه. وبالفعل الراجل ديالها ما كبرش فيها دعوة ودعا معاها وولات أحسن وحدة في هذه القرية وأجملهم. لكن بركات معاه شوية السيدة ولا كيبان لها راجل ماشي هو هذاك، مش أدي المقام كما كيقولوا المصريين وبغات تفارق معاه، وداك الشيء اللي كان تفارقت معاه، ومن بعد مشى هو توا بقى هزة في نفسه ودعا عليها وولات هي أقبح وحدة في ديك القرية. دعا لها الدعوة الثانية، هاد الدعوة الأولى مشات، الدعوة الثانية أنا تقريبا ترين كاع عندي وداك الشيء اللي دار مشى دعا لها الدعوة الثانية ولات هي أخيب وحدة في هذيك القبيلة. من بعد ولادها ولاو كيضحكوا عليها الناس، ولادها ولا كيبقى فيهم الحال، فجاو عند باباهم وقال لي الله يحفظك دعي معاها ترجع كيف ما كانت. هنا ما رفض باباهم ما بغاش، بقاو كيلحوا عليه ووافق، لكن قال لهم غندعي معاها بشرط أنها ترجع كيف ما كانت في الأول، ماشي قبيحة ماشي زوينة كيف ما كانت وماشي قبيحة. وداك الشيء اللي كان، وسيروا قلبوا لكم على شي مرأة مرضية الوالدين على تخيتي هذه كرمت راجلها في ثلاث دعوات، كان ممكن يدير بهم بزاف الحويج.